السلام عليكم، ترحب بكم مدارس عشتار الآلية. محاضرة اليوم الدرس الخامس من الفصل الخامس النقل في الفقريات، معكم إيمان نوري مدرسة المادة. النقل في الفقريات، أولا جهاز الدوران في الأسماك. أول واحد من الفقرات راح نتطرق له هو الأسماك. سؤال: مما يتألف القلب في الأسماك؟ الجواب: يتألف القلب في الأسماك ما عدا الأسماك الرئوية من أول أذين غشائي مفرد، بطين عضلي مفرد، جيب وريدي أسفل الأذين، ومخروط شرياني أعلى البطين. سؤال: وضح الدورة الدموية في الأسماك. الجواب: الدورة الدموية في الأسماك مفردة. شلون تكون مفردة؟ انتبهوا، الدورة الدموية في الأسماك شلون تكون مفردة؟ من خلاله راح يضخ القلب الدم المن إلى الخياشيم، حيث يتأكسد هناك، ثم يندفع إلى الأبهر الظهري لكي يتوزع إلى أعضاء الجسم من خلال شبكة من الأوعية الدموية الشعرية. بعدها يعود الدم بواسطة الأوردة إلى القلب. يعود الدم بواسطة الأوردة إلى القلب. بعدها يزود القلب بالضغط الكافي لدفع الدم خلال نظامين متعاقبين للشعيرات الدموية، أحدهما في الخياشيم والأخرى في أنسجة الجسم. هذه الصورة نوضح بها الدورة الدموية في الأسماك، وإن الدورة الدموية تكون مفردة، والقلب يتألف من بطين وأذين، وأعلى البطين مخروط الشرياني، وأسفل الأذين الجيب الوريدي. يبدأ الدم يخرج من البطين إلى الخياشيم، حيث يتم أكسدة الدم، فيبدأ يوزعه إلى الحاجة المواسط الأبهر، يأخذ الأكسجين ويوزعه، بعد ما يروح للأنسجة، إذا شبكة من أوعية الدم داخل خلايا الأنسجة الجسم، فيبدأ يخرج الدم الوريدي ويرجع المن إلى القلب مرة ثانية. بنلاحظ هي دورة تكون مفردة، دورة مفردة خرج الدم من القلب إلى الخياشيم إلى الأبهر إلى أنحاء الجسم إلى القلب مرة ثانية. الدورة الدموية في البرمائيات ومعظم الزواحف. تعريف الدورة المزدوجة: هي دورة جهازية لها مضخة تزود شبكات الشعيرات الدموية في أنسجة الأعضاء بالدم المؤكسج، ودورة رئوية ترسل مضختها الدم غير المؤكسج إلى الرئتين. تعليل: إن القلب في البرمائيات ومعظم الزواحف ذات أذينان وبطين مفرد. جواب: وذلك بسبب وجود دورة مزدوجة، وهي دورة جهازية لها مضخة تزود شبكات الشعيرات الدموية في أنسجة الأعضاء بالدم المؤكسج، ودورة رئوية ترسل مضختها الدم غير المؤكسج إلى الرئتين. لاحظ هذه الصورة توضح الدورة الدموية في البرمائيات. لاحظ القلب يتألف من أذينين وبطين واحد، وأكون موجودة دورتين. الدورة الجهازية لاحظ الدم يخرج من القلب من البطين، يوزع إلى أنحاء الجسم بواسطة الأبهر، ويرجع بواسطة الأوردة إلى القلب. هاي الدورة الجهازية اللي غذتنا شبكة من الأوعية الدموية جميع أنحاء الجسم، زودتها بالأكسجين. والرئوية نلاحظ الخروج الشريان من القلب إلى الرئتين ورجع إلى القلب. فأكو دورة دموية كبرى ودورة دموية صغرى، ونقول عليها جهازية ورئوية. جهازية زودة الجسم، والرئوية عندنا بالرئة، أخذت الأكسجين من الرئة ورجعتها إلى القلب، هنا وزعت الأكسجين إلى أنسجة الجسم ورجعتها إلى القلب مرة ثانية. الدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات. سؤال: مما يتكون القلب في التماسيح والطيور والثدييات؟ الجواب: يتألف من قلب ينقسم إلى نصفين أيمن وأيسر بواسطة حاجز. القلب راح ينقسم إلى قسمين أيمن وأيسر. الجانب الأيمن شو موجود بيه؟ موجود الجانب الأيمن القلب أذين أيمن وبطين أيمن، والجانب الأيسر شو موجود بيه؟ موجود أذين أيسر وبطين أيسر. فموجود عندي أذين أيمن وبطين أيمن وأذين أيسر وبطين أيسر. سؤال: وضح الدورة الدموية في التماسيح والطيور والثدييات. جواب: الدورة الدموية في هذه الفقريات تكون مزدوجة، حيث يدخل الدم الوريدي القادم من أنحاء الجسم إلى الجانب الأيمن من القلب، ثم يدخل الرئتين ليتم عملية التوازن الغازي، ويعود الدم المؤكسج إلى أن الجانب الأيسر من القلب أي ضخه إلى أنحاء الجسم. سؤال: ما هي أنواع الدورة الدموية في الفقريات؟ الجواب: توجد نوعين. الدورة الدموية الرئوية ونسميها الصغرى، هي دورة الدم التي تبدأ من الجانب الأيمن من القلب،
ثم إلى الرئتين وتنتهي في الجانب الأيسر من القلب. أما الدورة الدموية الجهازية أو دورة الكبرى هي دورة الدم التي تبدأ من الجانب الأيسر من القلب ثم أنحاء الجسم وتنتهي بالجانب الأيمن من القلب. هذه الصورة نوضح بها الدورة الدموية في الطيور والثدييات. لاحظ القلب يتكون من 4 مخادع، أذينين وبطينين، وبي موجودة دورتين، الدورة الدموية الكبرى اللي سميناها جهازية. لاحظ الدم يجينا من الجانب الأيسر من القلب بطين أيسر إلى أنحاء الجسم بواسطة الأبر، يعود إلى القلب بالجهة اليمنى الأذين الأيمن. أما الدورة الرئوية فتبدينا من البطين الأيمن وتبدي تروح إلى الرئتين وترجع إلى القلب بالأذين الأيسر. فالدورة الدموية الكبرى ودورة دموية صغرى نقول عليها الجهازية هي الكبرى والرئوية هي الصغرى. لهنا تكون انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.